السلام عليكم حميد، معكم اليوم. راني في واشنطن سونتر فيل، ما نقدرش نكون معكم في الحراك، جاردة حراك. دونك بالخف نستنى واحد من صحابي. دونك جو في فير بتيت انترفونسيون بو بريسيزي كلك بوان. جاردة حراك علاش؟ الناس يقول لك دخل روحك جاردة وسياسة. جاردة وسياسة يمشيو فرح، بس لا ميم شوز. سي كوا لا بوليتيك؟ لا بوليتيك سي C'est le savoir-vivre, c'est vivre ensemble, c'est vivre en toute sérénité, c'est avoir une hygiène de vie. هذه هي السياسة. السياسة واش حنا ما بغيناش السماء تطيح من الأرض. حنا بغينا لا جوستيس، بغينا نعيشو مليح، بغينا تكون عندنا كرامة، تكون عندنا حرية التعبير. الناس كيما نقولوا ايغاليتي، اللي عنده دي كومبيتونس يجبر الخدمه، ما تخش فيها بيستون المعرفه والغش. هذه هي السياسه. دونك سي تو. اي جاردان سا اون في بارتي. ان جاردان مليح، تلقى روحك غايات تستراح فيه، تو في كيك شوز افيك تي مان، تو ابريسي و الى اخره. دونك يا با دو كونتراديكسيون. قال لك اوكيب توا تي زونيون. قلت له بالا الجيري فا بارتي دو مي زونيون. معليش. لا باج لي كونتريبيسيون. انا لا باج هذه مفتوحه للجميع، اللي يبغى يكريتيكي كريتيك على روحه، هضر على روحك. حنا جوستمون هذا الحراك كاع الاساس تاعو هو حريه التعبير. كيفاش انا نجي نهضر على حريه، نطالب بحريه التعبير وما نخليلكش تعبر روحك؟ عبر على روحك، هضر على روحك. والناس اللي تبعوا الصفحه يعني بالنيه مليحه، خلوهم يكريتيكو. المهم ما كانش السب، واحد يسبني ولا عايرني ولا حاجه ما استناش نمحيها. سي نورمال، باسكو ني لا بور ديسكوتي، بور ايشانجي، باش نتفاهموا بيناتنا ونتعارفوا. سي كوم سا كون سي كونستروي. دونك انا واحد يقول لي او فات تاني، غادي ندخل في القاموس تاع السب. قاموس تاع السب اون بلوس دو السب والشتم، تحيه تبون وتحيه شنقريحه، هذه تاني دخلته في القاموس. دونك ما تجيبليش هذه تحيه تبون تحيه باسكو سا سي ترو مينابل. اي موا باغي نطلع النيفو، نطلع الفوق حاجه كيما هكا ما نقبلهاش. دونك تحيه تبون، تحيه شنقريحه، داخلين في قاموس السب، دون ديكسيونير دي زانسولت. دونك جاكسبت با سا. الناس قال لك هذا كيفاش كيفاش راهي تمشي لي زيليكسيون، مترشحين الى اخره. اللعبه باينه من بكري. شوالا من نهار اللي جا الحراك الامور تغيرت، المعادله تغيرت. ستادير سي نو با اوسي سامبل كو سا. مام اليوم هما راهي صعبت الدعوه، مام المداره بيناتهم والزقا بيناتهم والاخر راه نفضح. الدبازي اللي كانت بيناتهم في الخفاء، كانوا يديروها في الخفاء، درك راهم يديروها علنيا باسكو فضحهم الحراك. وبصح كاين واحد الناس راهم يقولوا راك تشوف يا دي اون اتاك في وهران، وهذا دار هادي، وواحد يجيب اخبار كوم كوا بتات لي زيليكسيون ما يديروهمش. انا المهم عندي سي با كيسيون تاع يديرو ولا ما يديروش لي زيليكسيون. المهم الشعب واش يدير. اذا هما بطلوا زيليكسيون باسكو ما تفاهموش بيناتهم، والشعب ماشي هو اللي اثر عليها، هذه ما فيها حتى فايده. باسكو سا سا كو بارتي روميز. يديروا لنا هذيك اللعبه تاع ديسمبر 2012. يفوك الشعب هو اللي بطل هذا، يفو تبطيل تاع الانتخابات. معناته غادي ندخلوا في مرحله اخرى اللي تدينا الى مرحله الحوار، باش نمشوا الى ان بيريود دو ترانزيسيون. والا يبطلوا لي زيليكسيون باسكو جماعه في البوليس السياسي تضرب في جماعه اخرى ويضربوا بيناتهم، شيل الفايده تاعنا. الفايده تاعنا سي كو كونت لو بوبل بارتيسيب اي ان انفلونس. اذا انت كشعبي ما اثرتش بالاضراب تاعك، ما اثرتش بالمقاطعه، يكونوا مقاطعه تامه واضراب شامل وعام، وتكون عنده يعني عنده تاثير كبير. اذا ما درناش هذا وبطلوا لي زيليكسيون باسكو ما تفهموش بيناتهم، ما كان حتى فايده. مو جو سري با كونتون. سي ان انديكاتور، يعني مؤشر يبين انه راهم يدابزوا بيناتهم. بصح يدابزوا بيناتهم
واش الفايده للبلاد؟ ما كان حتى فايده، راهم يدابزوا بيناتهم دوبي دي زاني دي زاني، راهم يتقاتلوا بيناتهم، راهم يتقطعوا بيناتهم، راهم يتشرملوا بيناتهم، راهم دايرين كل واحد يدير المنكر في الاخر. هاك شوف راهم يدوا وحدين يدخلهم الحبس، زعما هذاك اللي داهم الحبس هو ما يستاهلش يمشي الحبس، كاع يستاهل يمشي الحبس. شو استفدنا حنايا ويحيى مشى الحبس، سلال مشى الحبس، وقال قلت له قاسي سعيد، سعيد بوتفليقه من الحبس، والبوفياسه ما دخلوهاش لي زيليكسيون، وعسول ديجاجاوها، لويسا حنونه، شنو لي الفايده؟ ما كان حتى فايده، ما كان حتى فايده. واش نستفاد من هذا؟ الفايده من انت كشعب، وما رانيش نطلب الشعب باش يخرج برا. داير جيستم واحد يقول لك راك تهيج في الشعب، انا الشعب ما قلت لكمش خرجوا برا. الوحيد الناس الوحيدين اللي قدروا يقول لكم خرجوا برا هما القادة تاع الحراك اللي راهم في الميدان، هو يخرج الاول ويخرج معكم. انا ما رانيش تما بصح باش ناديكم انو ديروا مقاطعه وديروا اضراب، هذا ما في حتى عيب وما في حتى اشكال، ذلكم انتما ولا لي انا. او كونترير سا سي اون تاكتيك ايتوليزي معمول بها في في لا 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 لي ريفولوسيون كيما نقولوا نون فيولونت ها، في الـ في الـ في الثورات بدون عنف تاع لي ريفولوسيون دو شانجمون سوسيال. اذا ما في حتى اشكال نديروها مقاطعه تامه اضراب، ما نستعرفوش بهذا النظام، ما نستعرفوش بتنظيم انتخابات، ما رانيش نرمي فيكم التهلكة، ما رانيش نقول لكم ديروا حاجة ماشي مليحة، ماش تسلم منكم المحال. وهذه سيت ان بيتي ساكريفيس بارابور بوكو دوتر ساكريفيس، باسكو سوني كو لو ديبي، مازال راح يكون فيه كثير من الامور راح تصرى. ولو نجحنا في هذا سان سوفي با، فهو بوكو فيها بوكو تشوز، سا فا با اتر فاسيل. او جوستومون قال لك اي ابري درتها اي ابري، جو سوي با اوبليجي نقول لك واش غادي يصرا ابري لو 7 سبتمبر، سا ديبوندرا واش دير. سي تو في كيكو شوز افيكاس ودير ودير حاجه من قلبك، نيتك حسنه وتخدم والاخر، اي ابري تو فا كريي، تو فا كريي ان رابور دو فورس. هذاك لو رابور دو فورس هو اللي راح يخليك باش تمشي للمرحله الاخرى اللي هي مرحله تاع الحوار، ولا القاده تاع الحراك على الميدان هما اللي غادي يقولوا واش كاين. اي اونفا كاينه اونوتر 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 بوين، فولي جو فولي بارلي دو دو زوتر بوين. ديفيتيست اخويا اللي تاع فشلان وتمشي دو برينسيپ اللي عمرها ما تبدلت وصا توجور تي كوم سا فاشل، قاعد في دارك. الا ما تامنش بالتغيير قاعد في دارك، وعلاش راك تقرا، وعلاش راك تخدم، وعلاش راك تنوض، وعلاش راك تخرج برا، وعلاش راك تحوس على الخدمه، وعلاش راك تكبر، وعلاش راك تتزوج، وعلاش راك دير ولاد، علاش؟ باسكو الا ما قدرتش ما دير والو، وتموت تموت واقف، تموت ما داير والو في حياتك، ولا بلوتو تموت راقد. نو يفو با دير ديفيتيسم، يفو با تمشي دو برانسيب اللي ما نقدرش، وهادو كبار علينا وغلبونا وعندهم الموايا وكي وا 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 وا. ديفيتيزم هذاك ما يجيب حتى حاجة. اي اونفا لو ديرني بوان هو قال لك لو اف اف اس راك تشوف راه فاليداو فاليداو لا بارتيسيباسيون تاع لو اف اف اس. نهار الاول قلتها لكم باسكو هما باغيين القبائل يبارتيسيبيو، باسكو القبائل كل يوم هما اللي خرجوا لهم على الطريق ويديروا اضراب ويديروا كيما نقولوا مقاطعه، وهذا اللي ما تعجبهمش، دونك قالوا نجيبوا اف اف اس. اف اف اس يفا ريوسير ا موبيليزي. نو لو اف اف اس نو فا ريان ريوسير، باسكو اف اف اس تاع هذاك امشيش ولا مش عارف كيسموه، ما يفيد حتى واحد. هذا كي انفلونس بيرسون، هذا كي انفلونس عنده تاثير على الجماعه اللي معاه لي خلصوا على يد البوليس السياسي، وما الشعب برا وما مع على بالهمش كاع بهم. الى اوكين انفلونس يفا ريان فار، يفا ريان موبيليزي. ولي سيناتور هادو كاع سي دو ترافيك، دوك لي سيناتور ماشيين على ان بيرو ترافيكي على تات دا ترافيكون، كاع سي دي ترافيكون دو دروغ، كاع سي دي كاع سي
كاع فاسدين دونك ما تقدرش تثق فيهم. فوالا سينون ليسونسيال لو 7 سبتمبر انتخابات مع العصابات ما كانش، لا انتخب، نقعد في داري، اضراب تام وشامل، وهذه هي الطريقه اللي نقدروا ننجحوا بها. الى ما درنا والو لا بال راهي في يديكم، الى ما درتوا والو اونيتمون غادي نندموا عليها، والله نندموا عليها. الي طون اي وي ايفيكتيفمون سي با لو اف اف اس اوتنتيك. Justement, je vais changer la carte comme ça, je vais m'approcher de la caméra, comme ça je pourrai lire. Si je peux lire une grippe de caméra, comme ça vous n'avez pas à voir ma tête de près. Voilà, إذن جي فيني لا بريزونطاسيون تاع اليوم. راني في دي سي نتلاقى مع صحابي راهم جايين. نشوفكم غدوة ان شاء الله ولا دومان. هاد الويكاند جو في اتر تري اوكيبي، الى ما قدرتش نجي معاكم نسخس كو بو ان بيتي ماتش تاع ان سو تاع 5 مينوت نرجع معاكم لو لاندي. جو في ايسيي دو مورغانيزي بور باش libérer à peu près ne serait-ce que pour 10 minutes. C'est vraiment toujours un plaisir. C'est pas une corvée. Pour moi, c'est toujours un plaisir. Goulounas qui fait un tracteur sur le podium. On a vu le commandant qui rejoint avec nous tout le monde, environ jusqu'au 7 septembre. C'est un plaisir parce que la page d'AI, il nous fait à beaucoup de gens qui sont intéressants. Je sais que la plupart fait comme vous êtes authentiques. وعندكم تاني النية الحسنة. الناس اللي دخلوا هذوك اللي تسموهم انتم الدبابة، انا نسميه البوليس السياسي، والبوليس السياسي عنده مستويات. كاين اللي ما عنده حتى النيفو، يجلو زاب نباريه نفاسيه ما يكزيستيش، وكاين اللي في البوليس السياسي فهموا بلي لاباج تاعي لو كان تسب ما نقبلكش، يديروا دي كريتيك. اي جو بونس كي زابرين، راهم يتعلموا منا. البوليس السياسي راه يتعلم منا. بعض المرات تشوفوا الاقتراحات تاعهم جايه من عندكم، جايه من عندكم، جايه من عند الحراك. اذا بارك الله فيكم، شكرا والى اللقاء. تهلاو في روحكم ونشوفكم عن قريب. يلا باي باي.